عشان كده استاذ حميد معانا او كابتن حميد معانا على التليفون. كابتن حميد ازاي حضرتك؟ والحقيقه انا بهنيك الحقيقه على التعليق الرائع على مباراه منتخبنا الوطني لكره اليد ضد منتخب المانيا. السلام عليكم. شكرا استاذي، والله انا فخور وانا سعيد ومحظوظ لاني شاركت الفرحه مع المصريين واليوم التاريخي للمنتخب المصري الرائع والتاهل لدور نصف النهائي لاول مره فريق عربي افريقي يصل للمباراه النصف النهائيه. والله استمتعت لانه المنتخب المصري ايضا سهل علي التعليق عندما تعلق على لاعبين رائعين، على مجموعه تلعب مع بعض روح واحده، حارس خارق العادة، تتقدم على المنتخب الألماني بأربعة خمس أهداف، يعني سهل لك المباراة وتستمتع مع اللعب الجميل للمصريين في هذه المباراة. كابتن حميد، قبل المباراة كنت متوقع هذا الأداء وهذا الشكل الرائع لمنتخبنا الوطني؟ والله كنت متوقع، لكن ليس الفوز بخمس أهداف فارق. كنت متوقع أنه المباراة تلعب في الخمس دقائق الأخيرة في الموني تايم ويكون هناك يعني فرق هدف أو هدفين، يكون السيستنس يعني التسويق في الخمس دقائق الاخيره، لكن لم اكن اتوقع هذه السهوله وهذا الاداء المبهر وهذا الفوز بالاداء والنتيجه للمنتخب المصري. يعني من وجهه نظرك، وانا عارف ان انت كنت احد اللاعبين الكبار في المنتخب الجزائري، يعني كنتوا عاملين يعني من وجهه نظرك كيفيه اداء منتخبنا الوطني بهذا الشكل، وازاي قدرنا نوصل لهذا الشكل الرائع من لعب كره اليد؟ يعني والله الفضل يعود للاتحاد المصري الذي اعد جيدا لهذا المنتخب، لانه تعرف ان المنتخب قبل بدايه الاولمبياد لعب خمس مباريات كبيره، خمس مباريات مع منتخبات كبيره. مظبوط. لعب مع فرنسا، لعب مع اسبانيا، مع كرواتيا، مع المانيا، مع البرازيل، يعني حضر جيدا للاولمبياد. ايضا القائم المدرب الذي يقوم بعمل رائع، غارسيا باروندو، لا ننسى ان غارسيا باروندو فاز بالتشامبيونز ليج مع فاردار في 2018 ولاعب سابق للمنتخب الاسباني وفاز بالتشامبيونز ليج كلاعب وكمدرب. اعتقد انه مدرب شاب يفهم العقليه الشاب المصري وعرف كيف يبني فريق متكامل متجانس. النهارده كان يعني الحقيقه حارس المرمى عندنا في منتخبنا الوطني له دور كبير جدا جدا فيما وصل اليه المنتخب، شفت اداؤه ازاي؟ كاتونجا طبعا. كريم الهنداوي هو رجل المباراة دون منازع، لأنه هو مع السويد فعلها وأعادها اليوم أمام المنتخب الألماني. أنا قلت في مباراة السويد أنه كاتونجا لو يقدم مباراة نفس مباراة السويد سأعده بجائزة وسأسافر خصيصا للحارس كريم الهنداوي وقدم له الهدية ويستاهل كل خير، لأنه اليوم قدم مباراة خيالية. أيوه. وكان له قسم كبير وكبير جدا يفوز المنتخب المصري اليوم. كابتن حميد، يعني تعليقك النهارده واحنا قاعدين بنتفرج حاسين ان انت مصري من جوه، يعني من امبابه يعني، لكن يعني من جوه قلب مصر، يعني ازاي قدرت توصل لهذا الشكل من التعليق الرائع الحقيقه؟ لان احب المصريين، انا اصحابي مصريين، لعبت مع المنتخب ضد المنتخب المصري، نبيل جوهر، شريف مومن، مروان رجب، حماد النقيب، يعني هذا جيلي لعبت ضدهم، وانا لعبت كل بطولات، بطوله الشباب في 96 عندما فاز المنتخب المصري، مونديال 99 في مصر، المعسكرات في مصر، فانا يعني زرت مصر اكثر من 15 مره، فعندي علاقه جيده مع اللاعبين المصريين واعشق الشعب المصري من زمان. بس الروح اللي حضرتك كنت بتعلق بيها زي ما بقول لك، يعني هي اللي لفتت نظر كل المصريين النهارده، الناس قد ايه مبسوطه باداء المنتخب وكل حاجه، ولكن ايضا تعليق حضرتك على المباراه اعتقد ان ادالها شكل رائع جدا من التعليق. نعم، تحمست كثيرا مع المباراه، لانه حتى عندما تعلق والفريق يعطيك يعني يقدم لك الاداء، يقدم لك المردود. نعم. ومتفوق في النتيجه، فيسهل لك المباراه، وعندما يكون المنتخب نصف منتخب مصر الذي دائما هو اللي يفرحنا وهو الذي يفتح طريق للمنتخبات العربيه الاخرى، صعب ان تتحمس وتعطي يعني تعطيه حقه لهذا المنتخب، لانه يستحق طبعا اكثر مما قدمته اليوم من المنتخب الالماني. انت كنت محضر للمباراه قبل المباراه ازاي بقى؟ لانه احنا حسينا ان انت بتحافظ المباراه. انا احضر المباراه تقريبا اربع خمس ساعات قبل المباراه، يعني ادرس كل لاعب، احفظ اسماء كل الفريق،
وعرف تاريخهم وعرف يلعب وراح يلعب، ويعني حضر تحضير يعني دقيق قبل المباراة. كابتن حميد هتعلق على مباراة يوم الخميس إن شاء الله ولا لسه ما تعرفش؟ إن شاء الله، وأعطيكم يعني معلومة أنه المباراة ستبث على القناة المفتوحة. على القنوات المفتوحة، اتكتبت على السوشيال ميديا، ولكن ده خلاص قرار رسمي يعني. نعم، إكسترا 2 على القناة المفتوحة، والبي إن سبورت يعني خلت المباراة على المفتوحة لكي الكل يشاهد المباراة ويستمتع. وان شاء الله الفوز يكون نصيبنا، وان شاء الله الميداليه. نفكر في مباراه فرنسا، نفوز على فرنسا ثم نفكر في المباراه النهائيه ان شاء الله تكون مع الدنمارك لكي ناخذ الثأر في مباراه المونديال 2021. كابتن حميد، ده مباراه فرنسا شايفها ازاي؟ والله فرنسا ليس فرنسا التي عرفناها في العشر سنوات الاخيره. فرنسا تراجع مستواها، المنتخب الفرنسي خسر من النرويج في دور المجموعات، المنتخب الفرنسي تراجع من 2017 لم يفوز باي لقب، صح موجود في المربع الذهبي في نصف النهائي، لكن من 2017 بعد اعتزال الاسماء الكبيره اصبح المنتخب الفرنسي ليس ذلك المنتخب الذي يرعب الجميع. فاعتقد انه في متناول المنتخب المصري. كنا أن نفوز عليه في فرنسا في مباراة ودية لولا التحكيم الفرنسي، لكن قدر الله ما شاء فعل، لم نفوز عليهم في باريس لكن سنفوز عليهم في طوكيو. إذا منتخبنا القومي قادر أن هو يكسب إن شاء الله المنتخب الفرنسي. نقول لك أن المنتخب الألماني أقوى من المنتخب الفرنسي. نعم، المنتخب الفرنسي كعناصر كفريق أقوى من المنتخب الفرنسي. أعتقد أن نلعب بنفس العزيمة، شرط واحد فقط، انه كاتونغا يعيدنا المباراه مره ثانيه. فاحنا طلبنا كثير من كاتونغا، فنتمنى انه الثالثه، وبعد ذلك سنحاول ان نطلب من الطيار ان يعوض كاتونغا في المباراه ان شاء الله. اخيرا، نصف النهائي الاخر متوقع مين اللي يكسب فيه؟ الدنمارك. اعتقد ان الدنمارك علقت عليهم اليوم انا في مباراه النرويج، فريق عالمي، فريق يعني سيطر من 2017. ايوه، هو سيطر، لم ينهز في اي مباراه، فقط امام السويد في دور المجموعات هذه المره في طوكيو. اعتقد هو المرشح القوي في هذه الاولمبياد. اعتقد انه الفريق الوحيد الذي يستطيع ان يفوز على الدنمارك والمنتخب المصري. اذا حضرتك بترشح في النهائي الدنمارك ومصر؟ دنمارك مصر ان شاء الله، ان شاء الله دعواتكم بس يا رب. وطبعا كل المصريين هيدعوا. وبشكر حضرتك مره ثانيه الحقيقه على التعليق المتميز في مباراه اليوم، وان شاء الله نسمعك يوم الخميس، وان شاء الله نفرح مع بعض يوم الخميس القادم بوصول منتخبنا القومي لكره اليد الى نهائي الاولمبياد. انا بشكرك جدا يا كابتن حميد على وجودك معانا. شكرا استاذ، تسلم. شكرا جزيلا الاستاذ حميد لبراوي، معلق الجزائري الرائع الحقيقه لمباراه منتخبنا الوطني اللي كانت النهارده منتخبنا الوطني لكره اليد ضد منتخب المانيا وفوق